بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صباح البركة، صباح زيارات النعمة المتكررة من ولي نعمتنا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. النهاردة ربنا بعت لنا رسالة هي في حقيقة الأمر حياة، بعت لنا من بطرس الأولى الإصحاح الثالث عدد 12 يقول لنا: لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر. ربنا النهاردة حاطط قدامنا طريق الأبرار وطريق الأشرار. ربنا النهاردة بيقول كونوا من الأبرار عشان تنالوا بركاتهم، لأن عيني الرب تكون على الأبرار وأذنيه دايما لطلباتهم، وما تكونوش بعيد عننا مع الأشرار، لأن وجه الرب ضد فاعل الشر. الأبرار هيكونوا تحت جناحيه في الأبدية متناعمين معاه، ولاد ليه فرحانين بيه، أما الأشرار فيسمعوا ابعدوا عني يا ملاعين لست أعرفكم. إحنا النهاردة عايزين نعرف نكون من الأبرار إزاي ونبعد عن الشر إزاي. الوصية دي من زمان وربنا بيقولها من سفر التثنية، وهو بيقول قد وضعت قدامك الحياة والخير، الموت والشر. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض إن قد وضعت قدامك الحياة والموت، فاختر الحياة لتحيا أنت ونسلك. ربنا عايزنا دايما نكون معاه، هي دي إرادته. طب أعمل إيه يا ربي عشان أبعد عن الشر؟ طول حياتنا على الأرض من أول ما بنوجد لغاية ما بنسلم وديعتنا، وإحنا في الجهاد ده وإحنا في الصراع ده، صراع ضد الخطية، صراع ضد الشر، صراع ضد إبليس، يحصل فيه قيام وسقوط، نقوم ونقع ونقوم ونقع. طب ليه بنقع كتير؟ علشان بيبقى الخطية ليها مكان في قلبي، ببقى حابب الخطية، عشان كده كل ما باجي أقوم بقع تاني. طول ما الخطية ليها مكان في قلبي بيحصل السقوط، لكن نعمة ربنا ما بتسيبنيش وبتسندني وليها إكليلها. طب بس هفضل كده كتير؟ وخصوصا يا أحبائي الخطية المحبوبة، وأغلبنا بيبقى عنده خطية كبيرة هي المستحوذة على تفكيره وعلى صراعه وعلى جهاده أكتر من بقية الخطايا، حتى بتداري تحتها خطايا تانية ما بناخدش بالنا منها لأننا بنبقى مشغولين بيها. الخطية المحبوبة بتواخد كتير من قلبنا. يقول عنها كده قدس البابا شنودة الله يناح نفسه، عاملة زي طالب الثانوية العامة، ممكن ينجح في كل المواد بأعلى الدرجات بل بالدرجات النهائية، لكن مادة واحدة يفشل فيها يسقط في السنة كلها ويعيد السنة كلها، لكن في حياتنا الروحية ما فيهاش إعادة، وان شوت. ربنا عايزنا النهاردة نتخلص من ده ونبعد عن ده. طب إزاي يا رب؟ ده عايزنا كمان ندخل العمق أكتر، وزي ما قال في رسالة معلمنا بولس الرسول لروميا إصحاح 12 عدد 9: كونوا كارهين للشر. إذا قدرنا نوصل لكره الشر والخطية نكرهها ما يكونش ليها مكان في قلبنا، أكيد هنقدر نتخلص من الصراع ده بسهولة. إزاي؟ اسألوا يوسف، تعالوا نشوف يوسف الصديق في بيت فوتيفار وهو عبد ملوش حرية إرادة إنه يرفض أو يقبل أو إنه يختار. لما تيجي امرأة فوتيفار وتعرض عليه الشر يقول لها كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الرب؟ يا يوسف أنت ما تقدرش ترفض، مش مهم. لا، رفض يوسف وفي دماغه حاجة واحدة، مش مهم نتيجة الرفض ده هيكون إيه، هو كاره للخطية، يحصل يحصل حتى لو كان مصيره الدم والموت. الدم والموت، معلمنا بولس الرسول بيقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم مجاهدين الخطية. حتى الدم إزاي يعني؟ تعالوا كده لعصور الاستشهاد، لعصر ديوكليديانوس وريانوس، نلاقي واحد من الشباب اللي حاولوا معاه عشان ينكر الإيمان بالإضطهادات والتعذيب ما قدروش، فيربطوه ويبعتوا له كده واحدة من فاعل الشر عشان تصنع معاه الخطية، لكن لأنه كاره الشر جاهد حتى الدم، قدر يقطع لسانه بأسنانه وتفل عليها بالدم وقدر يتخلص منها. هو ده الجهاد اللي ربنا طلبه مننا. الأبدية يا أحبائي تستاهل إن احنا نجاهد. احنا طول حياتنا على الأرض بالظبط كده، أنا راكب على فرس وإبليس على فرس، هيفضل يتعبني حتى لو قطع لي دراع أو قطع لي رجل أو خزق العين، مش مهم. أدخل الأبدية وأنا أعور أو أعرج، أفضل ما جسدي كله يلقى في جهنم. الأبدية تستاهل. ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. طول ما احنا بنجاهد ربنا هيفضل يدينا من النعم، هيسندنا بنعمه مش هيسيبنا أبدا. وتدريب لنا يا أحبائي في كل مرة نقف نصلي نطلب منه بلجاجة ونقول له زي ما كان تماظ إيريني بتقول له: توبني يا رب قبل ما تاخدني، ما تاخدنيش أبدا يا رب في غفلة، احسبني يا رب مع الجدع والعرج والعمي والعصب في الوليمة العظيمة في أبديتك، عشان أكون يا رب معاك ابن ليك. ربنا قادر يدينا ويخلينا نكره الخطية ونكون ضمن الأبرار في صفوف السمائيين ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.